أهلا بكم إلى أخبار الرياضة من جديد. سيكون عشاق كرة القدم الجميلة على موعد الليلة مع مواجهتين مثيرتين في إياب دور 16 لدوري أبطال أوروبا، حيث يحل أتلتيكو مدريد ضيفا على ليفربول ويستقبل باريس سان جيرمان فريق بروسيا دورتموند. ملعب أنفيلد معقل فريق ليفربول الإنجليزي سيكون مسرحا لملحمة كروية من العيار الثقيل بين أصحاب الأرض وأتلتيكو مدريد الإسباني. نتيجة مباراة الذهاب والتي انتهت بتفوق الفريق المدريدي بهدف دون رد ستدفع رجال المدرب يورغن كلوب للرمي بأوراقهم الهجومية مبكرا، وذلك للسير بسفينة اللقاء صوب بر الأمان. أتلتيكو مدريد فريق لا يستسلم ويكافح حتى الرمق الأخير، سنحاول فعل الأمر ذاته. لقد لعبنا شوطا واحدا وتعلمنا منه الكثير، وعادة نقدم مردودا أفضل في الإياب. أما الفريق الإسباني فسيلعب وفق طريقته المعتادة والتي يعتمد فيها على إغلاق المساحات والهجوم المرتد. سيميوني ورجاله أوفياء لطريقة اللعب هذه، خاصة أنهم يملكون أفضلية التقدم في موقعة الذهاب. أعتقد أن المباراة ستكون في غاية الصعوبة لأنها ضد خصم قوي يلعب بشكل رائع في كل مبارياته هذا الموسم. إنه فريق أكد قدرته العالية ولديه خيارات متعددة للتغلب على خصمه، وهو يضع أفراده في مراكز جيدة على أرض الملعب وينافس بشكل رائع، ونحن بحاجة لمقارعته. من إنجلترا إلى فرنسا وتحديداً ملعب حديقة الأمراء، والذي سيحتضن مواجهة صاحب الأرض باريس سان جيرمان مع بروسيا دورتموند الألماني، حيث يسعى توماس توخيل لمفاجأة ناديه القديم منذ البداية، وذلك لتعويض خسارته ذهابا بهدفين لهدف. الفوز بهدف دون مقابل نتيجة كافية للعبور صور الدور القادم، لكن فريقنا ليس من هذا النوع، فنحن نلعب بطريقة هجومية ونسعى لتسجيل أكبر عدد من الأهداف. أسود الفيستفال لن تقف متفرجة، فالفريق الألماني يعتمد على مجموعة من المواهب الشابة، يتقدمهم النرويجي إيرلينغ هالاند الموهبة القادمة بقوة في الكرة العالمية. وسيحاول مدرب الفريق لوسيان فافر تسيير اللقاء وفق رؤيته الفنية. لكي نتأهل يجب أن نلعب بصورة جيدة عند امتلاك الكرة وأن ندافع بشكل جيد. اللعب بطريقة متوازنة سيكون خيارا جيدا للخروج بنتيجة جيدة. قمة دورتموند وسان جيرمان ستقام بغياب الجماهير، وذلك بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا. هذا يعني أن منسوب الإثارة والمتعة سينخفض قليلا، لكن مباريات دوري الأبطال دائما ما تكون حبلى بالمفاجآت. للمزيد حول هاتين الموقعتين الكرواتين ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل الرياضي معتصم يونس. بداية أهلا وسهلا بك كابتن معتصم. إذن يعني مباراة ومواجهة مثيرة بين الفريقين، برأيك هل سنشاهد خروجا مبكرا لحامل اللقب أمام أتلتيكو مدريد؟ هو من سيخسر هذا الرهان؟ بداية مساء الخير عزيزي فراس، مساء الخير لمشاهدي قناة المملكة الكرام. بالنسبة لي نتيجة 1-0 هي واحدة من أسوأ نتائج كرة القدم في المباريات الإقصائية، لأنها تعطيك دوافع عكسية، تقلل من حجم الضغوط عليك، تقلل من حجم جهوزيتك، تزيد ثقتك من نفسك، وهذا أمر طبيعي بحكم النتيجة. ولكن عندما نتحدث عن مواجهة إقصائية كبيرة بحجم فريقين، بحجم أتلتيكو مدريد وليفربول، فهذا لا يرمى في هكذا مواجهات لحجم الأسماء ونتيجة الذهاب، بقدر ما ترمي الضغوط كلها على مقدار الاستعداد الذهني لأي الأفضل لكلا الفريقين، من أنهما أكثر استعداد من أجل حصد بطاقة العبور. نحن نتحدث عن مواجهة فريقين، الأول هو بطل النسخة والمدافع عنها، لم يبقى لديه سوى استحقاق وحيد وهو حصد لقب البريمير ليج، والفريق الآخر منذ 2011 هو متواجد في الأدوار الإقصائية، 3 مرات كان وصيف لهذه البطولة، بالإضافة إلى أنه لا يمتلك شيء سوى هذه البطولة ليحارب من أجلها. وبالتالي أنا أعتقد أن النتيجة أعطت ثقلها بكل تأكيد، ولكن وجود اسم مدربين بحجم سيميوني وكلوب وكلهما يمتهنان كرة القدم التكتيكية، إذن هو لقاء متغير بناء على ما يحصل في كل فترة من فترات اللقاء. سيكون هناك تصرف وتعامل للمدربين، وخاصة في الشوط الثاني شوط المدربين. أنا أعتقد أن الأمور معقدة للغاية في هذا اللقاء.
نعم معتصم، الريمونتادا ليست غريبة على ليفربول، نعلم تماما ماذا فعل مع برشلونة على ملعبه في الموسم الماضي، ولكن أتلتيكو مدريد أيضا من الناحية الدفاعية ليس برشلونة. بكل تأكيد أتلتيكو مدريد ليس البرسا، ولم يصل حتى للمرحلة السيئة الفنية والبدنية والذهنية التي وصل لها البرسا في المواجهة السابقة ما بين ليفربول والبرسا العام الماضي. الأتلتي يبقى أفضل بكثير من البرسا من هذه الناحية، ولكن هنا شق أتحدث به، أن ليفربول منذ 5 سنوات بقيادة يورغن كلوب لم يخسر سوى 6 مرات على أرضية ميدان الأنفيلد. في آخر عامين 2019-2020 لم يخسر ولا مرة على أرضيته، وبالتالي نتيجة 1-0 تعني أن الحظوظ في أرضية الملعب موجودة. 1-0 كفيل بنقل اللقاء للأشواط الإضافية. أن تحصل ريمونتادا هو أمر وارد في أي لقاء كرة قدم، ولكن بالنسبة لي وجود فريق بحجم أتلتيكو مدريد، بحجم النزعة العدوانية لهذا الفريق، بحجم الخبرة الكبيرة التي يمتلكها، لا أعتقد أن الأمور بتلك السهولة. أنا أعتقد أن المباراة بحسب ما سيحصل فيها من متغيرات. نعم معتصم، يقال من يلعب على التعادل يخسر، هل برأيك دييغو سيميوني سيلعب اليوم على التعادل من أجل التأهل أم أنه سيلعب من أجل الفوز؟ هو بكل تأكيد سينتظر المرحلة الأولى من اللقاء ما في أول ربع ستتضح لها ما هي الوجهة الحقيقية بالنسبة ليفربول الإنجليزي. الجميع يخشى هناك بالتحديد في مدريد يخشوا من انتفاضة الريدز في وجه الأتلتي. الجميع يعلم أن خسارة ليفربول أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب دوري الأبطال ثلاثة خسارتين مجعتين، سواء أمام تشيلسي في الكأس سواء أمام واتفورد في إطار الدوري، وبالتالي الفريق أعتقد 3 هزائم كانت كفيلة بجعله ينتفض. شاهدنا آخر مباراة أمام بورنموث، الفريق استرجع الشيء الكبير من ثقته العالية بنفسه، وبالتالي الجميع يخشى فقط من انتفاضة ليفربول. ولكن بالنسبة للنهج الذي تتابعه سيميوني، هو معروف من نوعية المدربين المنطقيين للغاية. لماذا سيهاجم وهو يمتلك نتيجة تؤهله للعبور؟ لربما هو سيركن مرة أخرى للدفاع، ولربما هو سينتظر ماذا سيحدث أثناء مجريات اللقاء. إن تأخر فريقه بهدف ولربما بهدفين لربما سيضطر للخروج، ولكن لا نعتقد أن تشيرو سيميوني سيجابه وسيغامر في نتيجة اللقاء، لربما سينتظر قليلا ومن ثم سيقرر ماذا سيفعل. نعم معتصم، المباراة هذه ستكون مفتوحة أمام الجماهير على عكس الكثير من المباريات، ولكن هنالك توصيات من الاتحاد الإسباني لنادي أتلتيكو مدريد بتجنب سفر الجماهير إلى إنجلترا بسبب الكورونا، لذلك هل سيتأثر الفريق بغياب جماهيره؟ بالنسبة لأتلتيكو مدريد لا أعتقد أنه من نوعية الفرق التي تتأثر سواء بلعبها للمباريات في أرضية ميدانها أو خارجها بوجود جماهيره أو لا. أتلتيكو مدريد معروف بالنسبة للجميع منذ عدة سنوات، منذ أن جاء تشيرو سيميوني هو فريق ذهني كبير للغاية، فريق لا يعتمد كثيرا على حجم الضغوط الموجودة في أرضية الملعب، ولربما حتى لا يتأثر كثيرا بوجوده في أرضية ميدانه أمام جماهير. شاهدنا مطلع هذا الموسم في كأس السوبر الإسباني في السعودية، شاهدنا ماذا فعل أمام البارسا وأمام الريال بالرغم من أن الجماهيرية طاغية لكلا الفريقين، ولكنه استطاع الانتصار أمام البارسا ب3 أهداف مقابل 2، واستطاع الوصول بريال مدريد إلى ركلات الجزاء بالرغم من أنه كان قادرا في فترة من فترات اللقاء أن يحسم اللقاء. الأتلتي ليس بذلك الفريق الذي ينتظر الجماهير لينتظر أن يلعب في أرضية ميدان لكي يأخذ القوة والحماس الكافي. ربما وجود سيميوني على خط الملعب، تشجيعه وطريقة صرخه هي كافية بالنسبة له لكي يشحن اللاعبين ولا يتأثر بوجود هذا العامل، والذي سيكون ربما إيجابي بالنسبة لغيره من الفرق. نعم معتصم، نظرا لنتائج ليفربول المتذبذبة مؤخرا، يعني خسارات تلو الأخرى إلى أن حقق الفوز في الجولة الماضية، برأيك أين يكمن الضعف في منظومة ليفربول مؤخرا، في الهجوم أم في الدفاع؟ وهل أتلتيكو مدريد يعني قادر على تخطي ليفربول بعد هذا التذبذب بالنتائج؟ بالنسبة للشق الأول من سؤالك أين الضعف، أنا أعتقد أن الضعف كان موجود في كلا الشقين. في البداية كان موجود في الشق الهجومي بسبب الأنانية الواضحة في فترة قريبة للغاية في الثلث الأمامي الهجومي بالنسبة لليفربول، بتحديد نقطة الأنانية بين محمد صلاح وساديو ماني والذي أثر كثيرا على نتائج الفريق. ولكن بعد الخسائر الأخيرة شاهدنا أن الفريق استرجع جماعيته، استرجع طريقته المعتادة في اللعب كما بدأ الموسم، وبالتالي الفريق تحسن في بهذا الجانب الهجومي. ولكن ظهرت المشكلة الأخرى وهي الضعف في الشق الدفاعي، وخاصة أن ليلى الحارس هو الحارس الإسباني أدريان، سيعوضه الحارس الأمين إليسون بيكر. للأسف طلعنا ودرنا
درسنا إمكانية هذا الحارس. الحارس أدريان هو نقطة ضعف ليفربول. الليلة لعب في إطار الدوري 11 مباراة، فخرج مرتين فقط بمرمى شباك مرمى نظيفة، ولعب مرتين في إطار دوري الأبطال عندما كان إيلسون بيكر مصاب. في الأولى أمام سلاسبورغ خرج في مرمى 3 أهداف، وفي الثانية أمام نابولي خرج في مرمى 2. بالتالي ليفربول لربما استرجع شيء من قيمته في الشق الهجومي، ولكنه يمتلك نقطة ضعف واضحة في الخط الدفاعي. بالنسبة لسؤالك الثاني وهي أي الفريقين لديه الإمكانيات الأكبر، نحن نعتقد ماذا سيقدم أتلتيكو مدريد؟ ما هي إمكانية أتلتيكو مدريد؟ سمعنا الكثير أن الأتلتي استرجع عديد اللاعبين في مواجهة الليلة، على رأسهم موراتا، جواو فيليكس، المهاجم كوستا، وحتى الظهير تريبيير. بالتالي أتلتيكو مدريد يمتلك كافة الأسماء، والمعول عليه الآن هو ليس الأسماء في الأتلتي بقدر ما هو التحضير الذهني لفريق أتلتيكو مدريد. الفريق ليس بالهين، الفريق عندما يكون في معترك أوروبي، معترك حساس، يستذكر السنوات الماضية، يستذكر إمكانيات الفريق، وبالتالي أعتقد أن الأتلتي لن يكون بتلك السهولة، ولربما سنرى تقلبات كثيرة في هذا اللقاء. نعم معتصم، سؤال الأخير عن هذه المباراة، وأنت في العادة تنجح في توقعاتك، لذلك برأيك من سيحسم التأهل إلى الدور المقبل، ليفربول أم أتلتيكو مدريد؟ بالنسبة لي بدون أي مراوغة أعتقد أن ليفربول قادر على فعل ذلك. ليفربول. نعم. نعم، إذا ننتقل الآن للحديث عن المواجهة الثانية بين دورتموند وباريس سان جيرمان، الذي يدخل اللقاء طبعا باريس سان جيرمان وهو بحاجة لهدف وحيد دون أن تهتز شباكه ليحسم التأهل بعدما خسر بهدفين لهدف على ملعب دورتموند. برأيك أو حدثنا عن حظوظ الفريقين في هذه المباراة. بالنسبة للقاء العودة بين البي اس جي وضيفه أسود الباسكتبول الألماني بروسيا دورتموند، أعتقد أن حظوظ أصحاب الأرض أصحاب حديقة الأمراء هي الأكثر واقعية وأكثر منطقية. باريس سان جيرمان الفريق لا يمكن استهانة به، نعم خسر في مواجهة الذهاب بهدفين مقابل هدف، ولكن في لقاء العودة الآن الفريق يمتلك كافة الحظوظ للتأهل كما تفضلت عزيزي، بحاجة هو لهدف وحيد فقط من أجل العضو، ولكن أعتقد أن الأمور ستقف عند هدف وحيد. بالنسبة لباريس سان جيرمان درسنا هذا الفريق، الفريق عبارة عن قوة هجومية مرعبة للغاية، هو رقم واحد في الدوريات الخمس الكبرى من حيث القوة الهجومية. الموضوع ليس أن الفريق بحاجة لهدف يتأهل، الفريق يمتلك نهج هجومي جبار، يمتلك 7 لاعبين في الخط الهجومي. الفريق في غضون 27 مباراة في إطار الدوري حقق 75 هدف، وفي دور المجموعات في دور الأبطال في غضون 6 مباريات سجل 17 هدف، تحدث عن معدل كبير للغاية، فريق في كل مباراة يسجل 2.2، وبالتالي الفريق يمتلك إمكانيات كبيرة. نحن لا نتهاون في إمكانية بروسيا دورتموند وما يتركه الفريق وما قدم له إيرلينغ هولاند وإمري تشان في عمل اتزان في قوة الفريق الألماني، ولكن باريس سان جيرمان ربما يمتلك حظوظ أكبر في هذا اللقاء. نعم كابتن معتصم، على عكس مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، الكورونا هنا سيمنع الجماهير من مؤازرة الفريقين، لذلك كيف ترى تأثير غياب الجماهير عن هذه المباراة لكلا الفريقين وتحديدا باريس سان جيرمان؟ بكل تأكيد الغياب هو اضطراري، وهو لمصلحة الجميع ولمصلحة المجتمع الصحي العالمي. القرار على الجميع أن يتحمل مسؤوليته بكل احترافية. بالنسبة لبروسيا دورتموند بكل تأكيد سيكون شيء إيجابي أن يلعبوا بدون ضغوط، بدون صراخ 50 و60 ألف مشجع، ولكن بالنسبة لباريس سان جيرمان بكل تأكيد سيكون شيء مؤثر للغاية عندما يلعبون يقدموا الأداء الجميل ويشاهدون أحد من جماهيرهم الصاخبة في أرضية الملعب، ولكن عليهم التعامل بكل احترافية من هذا المنظور. شاهدنا في الأمس ماذا فعل نجوم أتلانتا، لعبوا كأنهم يلعبون من أجل الجماهير التي تشاهدهم من خلف الشاشات، وبالتالي باريس سان جيرمان مطالب أن يتجاوز هذه النقطة كما فعل غيره من باقي الأندية التي لعبت بدون جماهيرها. الآن الظروف يتحتم على الجميع أن يكون على قدر المسؤولية، والتحدي للأسف نعم هي ضربة موجعة عدم وجود الجماهير، ولكن هو من أجل مصلحة الجميع. نعم معتصم، بالرغم من اشتباهه بالكورونا وبعد الفحص الطبي تبين أنها ليست إلا وعكة صحية، إلا أن مبابي سيكون حاضرا في اللقاء، هل أنت مع اشتراكه أساسيا في هذه المباراة؟ أنا لست من يمتلك الصلاحية في اشتراكه من عدمه، بقدر ما سيكون هو تأثير اللاعب نفسه. شاهدنا مطلع الموسم وفي عديد فترات الموسم ماذا يمتلك مبابي من صلاحيات ومن شخصية طاغية أمام المدرب توماس توخيل. البي اس جي على الورق ليس بحاجة في لقاء الليلة إلا
إن كان هناك دواعي وهناك ضرورة تتطلب إشراكه في الشوط الثاني أو حسب ما تقتضي الحاجة، لأن الموجودين نيابة عنه سواء كافاني سواء إيكاردي سواء بابلو سرابيا دي ماريا نيمار وباقي النجوم هم قادرين على القيام بالمهمة، ولكن نجم بحاج من بابي لا يمتلك أي عذر طبي، لا أعتقد أن توماس توخيل لديه السلطة الكافية عليه أن لا يشركه في اللقاء، لربما هي تبقى فقط حسب المتغيرات، هل الفريق يحتاجه في فترة ما من اللقاء أم الموجودين قادرين على فعل المطلوب منهم. نعم، إذن المحلل الرياضي معتصم يونس، مشاهدة طيبة لك لهاتين المواجهتين، شكرا جزيلا لك.